وانا فرحة محمود الجرحي، بلعب في نادي جمهورية شبين، بلعب في منتخب مصر الناشئين تحت 17 سنة مع كابتن محمد محسن. في رمضان اللي فات عمل اختبارات يعني وكده، فكنا 62 بنت، وبعدين اتصفينا بقينا 23. فانا الحمد لله كنت واحدة يعني من 23 دولت، وعندنا ماتش في نيجيريا وان شاء الله نكسب ونصعد ان شاء الله. في دعم من اهلي، بابايا كان بيشجعني جدا، وكابتن مجدي القوانيني ده مدرب جمهورية شبين، الكابتن بتاعي يعني، ده كان بيدعمني جدا وقال لي ان انا مميزه وكده، فقال لي ان شاء الله انت تروح منتخب مصر. الحمد لله يعني كل حاجه هو قالها اتحققت الحمد لله. ترهاب ترهاب معايا بيكم معايا.